وبالعودة للحديث عن اتفاق الفصائل الفلسطينية، ينضم إلينا من جديد من القاهرة الخبير بالشؤون الفلسطينية السيد طارق فهمي. أهلا بك مرة أخرى سيد طارق. كنا نتحدث في البداية عن رأيك عن الآليات التي ممكن من خلالها تنفيذ اتفاق الفصائل في مصر. هو طبعا بالتأكيد هناك حالة من الانفراج في المشهد، لكن القادم هو الأصعب في تقديري، مرتبط ب ادخال ما تم الاتفاق عليه في القاهره حيز التنفيذ، لاننا لا زلنا نتحدث عن التزامات مباشره من الفصائل، نتحدث عن اجتماع للفصائل في مارس المقبل لتحديد لجنه الانتخابات المركزيه ورئاسه المجلس الوطني واستكمال التشكيل، ايضا نتحدث عن تشكيل محكمه قضايا الانتخابات بالتوافق مع القضاه في القدس والضفه والقطاع، ودي اللي الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما بتشكيلها، بالإضافة إلى مهام ومتابعة ومراقبة ما سيجري في الانتخابات من خلال الشرطة الفلسطينية في الضفة وفي القطاع وفقا لأحكام القانون. هناك بعض الاتفاقيات اللي تمت يعني تحمل صيغ وعبارات ربما تكون فيها مرونة، لكنها أعتقد أنها ستواجه إشكالية في تحديد مهام وعمل حيادية الأجهزة سواء في الضفة أو في القطاع. ايضا الموضوع الاعلام ايضا مهم جدا في اطار الحملات الانتخابيه، في توصيات اترفعت للرئيس محمود عباس مهمه جدا في خاصه بتعديل قانون الانتخابات، وبالتالي لا نعلم هل ده سيتم في الانتخابات الراهنه، يعني يتم الاعداد ليها في انتخابات التشريعيه سواء في مايو او سننتظر الى ما بعد اجراء الانتخابات التشريعيه ستكون في الرئاسه. ايضا هتكون في جهات معنيه متابعه لمراقبه المشهد، في تقدير كبير بالنسبه للاطراف اللي هتراقب وهتشارك في العمل الانتخابيه، في تقديري انه المناخ جيد، ما تم الاتفاق عليه ايضا مهم، نحتاج فقط الى اليات التطبيق، اليات التطبيق حضرتك دي تحتاج الى اجراءات بناء ثقه، محتاجين الى اجراءات مباشره، موضوع الافراج عن المعتقلين ربما يساهم في تحريك المياه الراكده، في اتصالات لقاءات تمت بعد انتهاء الجلسات اليوم النهارده بين اسماعيل هنيه والرئيس محمود عباس، في اجواء جيده طبعا هتشكل لجنه رقابه وطنيه لمتابعه التنفيذ الخاص بموضوع اطلاق الحريات العامه واطلاق يعني المعتقلين من السجون وغيرها، فده هدفه طبعا ضمان العمل السياسي والوطني للفصائل المختلفه. بعض الفصائل كان متوقع انها لن تشترك في العمليه الانتخابيه باكملها زي الجهاد، والجهاد خرجت بيان النهارده قالت فيه انها لا تعترف باستحقاقات اوسلو، وبالتالي الموقف لا يحمل جديدا. هناك ايضا فصائل متعدده ايضا في قطاع غزه لم تشارك بطبيعه الحال، وبالتالي كل هذه الامور مطروحه في هذا التوقيت، لكن اجمالا هناك طبعا انفراج في المشهد، سنحتاج بعد قليل الى التولز او الاليات او الادوات لتنفيذ ما سوف يتم الاتفاق نعم. عليه في اجماع كامل على المرجعيه الرئيسيه منظمه التحرير. لكن برايك الى اي مدى سيد طارق الفصائل التي لم تشارك في هذا الحوار، الى اي مدى سيؤثر عدم مشاركتها على سير هذه الاتفاقيات وتنفيذ هذه الاليات على ارض الواقع؟ يعني هو في صيغه عامه مرتبطه بانه الانتخابات ستجرى بمن حضر، اما القوى التي لم تشارك فربما هي قوى ليست كبيره وليست لها حضور في الشارع الفلسطيني، لكن الاشكاليه الحقيقيه هي في احتمال ان تستخدم بقى الاله الاعلاميه ووسائل الاتصال المباشره في هذا الاطار، فبالتالي تمارس نوع من التشويش على العمل السياسي. ربما انا في تقديري ما لم يكن متوقع انه حركه الجهاد ستشارك، لانه كما تعلمي هي لم تدخل في اي استحقاقات سابقه. الجهاد هي اهم فصيل بعد حماس في هذا الاطار، وبالتالي عدم مشاركتها يعني ستثير علامات استفهام، لانه ما حتى خرجوا بيان اليوم في مساء النهارده في القاهره قالوا فيه انه موضوع اوسلو، طبعا موضوع اوسلو ده حمل جديدا لانهم لا يعترفوا بمرجعيه اوسلو كما تعلمي حضرتك، لكن هم طلبوا باصلاح نظام التحرير الفلسطيني، وهذا لا خلاف عليه بالنسبه للقوى الفلسطينيه المختلفه. الاليات التطبيق بقى اللي هي مرتبطه بالمحكمه القضايا الانتخابات دي مهمه جدا،
وحيادية الأجهزة الأمنية أيضا مهمة، لكن في النهاية أعتقد إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الفصائل أعتقد سيكون هناك فصل جديد إيجابي في المصالحة الفلسطينية وليس فقط مجرد إجراء الانتخابات. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف الخبير بشؤون الفلسطينية السيد طارق فهمي.